بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله في درس أو برايم 6، وأول يونت عندنا هي الراشيو. إيه هي الراشيو؟ الراشيو is a way of comparing between two quantities by division، أي النسبة هي مقارنة بين كميتين عن طريق القسمة. يعني مثلا عندنا هذا 3 over 4 or بنكتب نفس الكلمة 3 2، الكلمة دي بمعنى ايه؟ 2 2 ايه؟ 2 4. الأولاني ده بنسميه first number، وده بنسميه second number، تمام؟ أو بنسميه antecedent أو، والتاني بنسميه consequent، بنسميه ايه؟ consequent، تمام؟ يبقى ده الريشيو ما بين رقمين او كميتين، تمام؟ طيب ايه هي البروبرتي بتاعت الريشيو؟ لها same property of the fraction، او هو fraction، يعني اقدر اضيف او اعمل times للريشيو. وإتس simplest form، لازم اعمل لها اختصار simplest form، تمام كده؟ طيب لو خدنا مثال، بيقول لي write each of the following ratio in the simplest form، وجايب لي 25 to 45، هنا 5 وهنا 5، يبقى نعمل طالما اليونت هنا 5 وهنا 5 يبقى نعمل divide ال 5. 25 divided 5 equal 5، 45 divided 5 equal 9. خلصت، ممكن اعملها كده او اعملها 5 over 9، نفس الشيء. طب ناخد مثال تاني، 30 to 20، طالما هنا 0 اليونت 0 واليونت 0 يبقى ديفايد 10، يبقى هنا 3 to 2، يعني هنشيل هنطير الزيرو هذا. طيب لو قال لي 48 to 18، هنا even number وهنا even number، نبقى نعمل ديفايد 2، يبقى 2 4 وهنا 9، ديفايد 3 وهنا هيبقى 8 وهنا 3، ويبقى خلصت كده، تمام؟ طيب ناخد كمان مثال عشان الصورة توضح أكتر. مثلا 2800 to 3500، هنا دبل 0 دبل 0 هنطيرهم مع بعض، يعني أو نقول له ديفايد 100، فضل لي هنا 28 وهنا 35، هنا مفيش غير ال 7، ديفايد ال 7 يبقى هنا 4 to 5، تمام؟ طيب بيقول لي هنا write the ratio between the two number in each following as the simplest form، وقال لي 0.4 أو 4 tenths، وهنا 0.16 أو 1600. هنا في المسائل اللي زي ديت عندي هنا ديسيمال نمبر، لازم اتخلص من البوينت. طيب اعمل تايمز 10 ولا تايمز 100؟ طبعا هعمل تايمز 100 عشان ما يبقاش عندي هنا ديسيمال خالص، يبقى نقول تايمز، يبقى بعمل تايمز للكبير، الكبير في البوينت يعني مش الكبير في الفاليو، يبقى هنا هتبقى 4، هنحرك البوينت طيب مره واحده. طب الزيرو الثاني احط مكانه زيرو، هنا هنحرك البوينت 1 2 يبقى 16، ده ايفن وده ايفن، يبقى ديفايد 2 ف 20، وهنا ديفايد 2 ف 8 برضه ديفايد 2 ف 10، ديفايد 2 فيها ال 4 برضه ديفايد 2، لازم اعمل لها سمبل للاخر خالص، خلاص 5 و 2 خلاص ما عادش فيها اي سمبلست. طيب 1.4242، هنا ديسيمال يبقى تايمز 10 يبقى 14 to 42، ديفايد 7 على طول بقى، احنا كبرنا على الكلام ده، يبقى ديفايد 7 فيها 2، ديفايد 7 فيها 6، برضه ديفايد 2 لسه فيها 1 2 3، تمام؟ يبقى المسائل اللي زي ديت لازم اتخلص من البوينت، لازم اتخلص من ايه؟ البوينت. طيب ناخد مثال تاني، ده بقى 2 فراكشن بقى، 5 5 7 2 3 4. نعمل ايه بقى في المسألة ديت بقى؟
احنا عارفين ان العلامه دي بمعنى divide، بمعنى divide، يبقى نقول 5 7 divide 3 4. احنا عارفين خدنا قبل كده في برايم 4 ان الديفايد بنعملها تايمز، يبقى 5 7 تايم 4 3. تمام، ونعمل بقى النميريتور 5 تايمز 4 20 والديرمينيتور 7 تايمز 3 21. خلصت على كده؟ تمام كده، ماشي. يبقى ناخد بالنا من المساله ديت، لما يجي لي تو فراكشن وعايز الريشيو بينهم بنعمل لها ديفايد، وبنديفايد بيتقلب لايه؟ بيتقلب لتايمز. طيب ناخد مثال تاني، ميكسد نمبر 1 اند 2 ثيرد 2 اند هاف. المساله دي مختلفه شويه، لازم اعمل ده ايه؟ اعمله امبروبر نمبر. يبقى فاكرين كنا بنعمل ايه؟ الفراشه حط 3، هنعمل ده تايمز ونعمل ده بلس 1 تايمز 3، 3 بلس 2 يبقى 5. ها نعمل ديفايد بقى على طول، ها 2 2 تايمز 2 بلس 1 يبقى 5. ها يبقى 5 2 3 هنقلب، ها 2 2 5، ال 5 هيروح مع ال 5 يبقى اصبحت 2 اوفر 3 او 2 2 3. احيانا يقول لي هات لي 2 ويز، ادي الويز الاولانيه وادي الويز الثانيه، الطريقه الاولانيه والطريقه الثانيه، او الشكل يعني بمعنى اصح، الشكل الاولاني والشكل الثاني. طيب 1 ادي ميكسد نمبر 1 اند 4، وهنا 1.75. عندي طريقتين للحل، ممكن اخلي ده زي ما هو 1 and quarter 2، احنا عارفين ال 0.75 اللي هي 3 4. ونشتغل بقى بالطريقه العاديه، ادي ال 4 اهوت 1 تايمز 4 بلس 1 يبقى 5، 2 هنعمل ديفايد بقى على طول 4 وهنا ايه 7، يبقى 5 تو 4 تايمز 4 تو 7. تمام كده، يبقى هنا 20 الى كام؟ ل 21. وممكن اخلي دي ديسيمال 1.25 واشتغل، بس الطريقه دي اسهل، المهم تشتغل بالطريقه اللي تريحك انت. طيب هناخد بقى بعض الملاحظات كده سريعا كده، ودي ملاحظات مهمه. عندنا البريميتر بتاع السكوير ايكوال سايد لينث تايمز 4. طيب الاريا اوف سكوير سايد لينث تايمز سايد لينث او اس سكوير. طيب ايه تاني؟ الاريا او بيساوي كمان الهاف الدي سكوير، يعني الدي تايمز دي دي سكوير. لو انا عندي السكوير اهوت، يبقى انا عندي الدي ده 5، يبقى الاريا هاف تايمز 5 تايمز 5. طيب تمام. البريميتر بقى بتاع الريكتانجل، البريميتر بتاع الريكتانجل اللي هو اللينس بلس الويدث بين قوسين كده تايمز 2، والاريا سايد لينس او اللينس هو تايمز الويدث. تمام كده. طيب والاريا بتاعت الايكولاترال تريانجل اللي هو ده كله بيساوي بعض سايد لينس تايمز 3. تمام كده. طيب دي الحاجات ديت اساسيات لازم اكون عارفها عشان هتنفعني في الشغل او في المسائل بتاعتنا. طيب السيركمفيرنس، طبعا عارفين السيركمفيرنس المحيط بتاع الدايره بيساوي 2r باي او الدي تايمز الباي. طيب لو قال لي بقى سؤال كده، بيجي لي اسئله من الاسئله بتيجي في الاكمال او التشوز، الريشيو between side lengths of equilateral triangle and side lengths، يعني مثلا لو ده ال 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 يبقى 3l البريميتر اهو 2l، يبقى ال ال هيروح مع ال ال يبقى 3 2 1. طب لو قال لي الريشيو ما بين السايد لينس للبريميتر بتاع الايكولاتر ترينجل يبقى 1 2 3، نعكسها يعني. طيب الريشيو ما بين البريميتر اوف سكوير، الريشيو ما بين البريميتر اوف سكوير والسايد لينس، ادي السكوير اهوت، لو فرضنا ان ده ال 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 البريميتر يبقى 4 ال. طيب والسايد لينس ال، ال ال هيروح مع ال ال يبقى 4 2 1. لو عكس لي وقال لي الريشيو ما بين اللينس والبريميتر اوف سكوير يبقى 1 2 4. تمام كده. طيب السؤال برضو اللي بيجي كتير جدا، الريشيو ما بين السيركمفيرنس، ها 2r باي عرفناها بقى، والدياميتر، الدياميتر اللي هو 2r،
ال 2R هيروحوا مع ال 2R، يفضل لي باي تو 1. لو عكسها لي الريشيو ما بين الدياميتر والسيركم يبقى 1 تو باي. طب لو قال لي الريشيو ما بين السيركمفيرنس اللي هو 2R باي والراديوس اللي هو الار، يبقى الار هيروح مع الار يبقى 2 باي تو 1. طب لو قال لي عكسها لي الريشيو ما بين الراديوس والسيركمفيرنس يبقى 1 تو باي ار. ونكتفي بهذا القدر ونكمل الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.